لنقاش آخر مستجد ثورة تشرين. ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، أهلا بك. كما ينضم إلينا من إسطنبول مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، طبعا عبر الخط الهاتفي. ونبدأ مع ضيفنا عبر سكايب أستاذ عبد القادر. نتحدث عن الحصيلة الأخيرة التي نشرتها وكالة أسوشيتد بريس حول تسجيل 13 أو استشهاد 13 متظاهرا سقطوا برصاص القوات الأمنية في بغداد وذي قار والبصرة. كيف تفسر هذه الوتيرة المتصاعدة للعنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حقيقه يوم دامي يمر على العراقيين وعلى المتظاهرين بالقتل المتعمد الذي تنتهجه حكومه عادل عبد المهدي باجهزتها الامنيه وبميليشياتها التي حقيقه اليوم تدار بغرفه العمليات الموجوده في بغداد وفي منطقه الكراده تحديدا وعند مقرات عمار الحكيم الذي تتواجد فيه ضباط ايرانيون من أجل التخطيط لقمع التظاهرات، وبالتالي هذه وسيلة العنف اليوم في تزايد كبير ووتيرة فالرحمة لشهداء تظاهرات ثورة تشرين والشفاء العاجل للجرحى الذين لا يجدون حتى مستشفيات، لأن القوات الحكومية تتتبع هذا الجرحى إلى المستشفيات لتقتلهم أو تعتقلهم، وبالتالي ما يجري هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. اليوم العالم كله ينقل ما يجري من مأساة حقيقية في استهداف التظاهرات السلمية. أولاً أسقطت أكذوبة الديمقراطية التي كانت تتوجه بها الأطراف السياسية في العملية السياسية، ثم أوجدت الكذبة الكبرى الذي كان يتكلم بها عادل عبد المهدي أنه لن يستهدف المتظاهرين بالطلق الحي ولا يمكن استهداف التظاهرات السلمية. اليوم سقطت ورقة التوت هذه بطريقة واضحة تماما. ما يجري هو انتهاك وقتل متعمد لا سيما في البصرة والناصرية. أهالي البصرة كانت جريمتهم اليوم لأنهم أغلقوا ميناء البصرة الذي كانت هناك شحنة للأسلحة الإيرانية تراد إدخالها إلى الميليشيات لقتل أبناء الشعب العراقي، ولأنهم كشفوا النفط المهرب ومشتقاته إلى إيران. لذلك أرجو أن تبقى معنا أستاذ عبد القادر، سنعود إليك. أتحول إلى السيد مصطفى كامل من إسطنبول، ودعني أتساءل معك عن هذا التصعيد الخطير بالعنف ضد المتظاهرين، وأيضا موضوع مهم حذر منه النائب عن التحالف المدني فاقي الشيخ علي عندما قال من أن الأحزاب الحاكمة قررت القضاء على الانتفاضة بأي ثمن، وأنه يتحدث عن دراية وعلم وليس مجرد تحليل بما يخطط للمتظاهرين. كيف يمكن أن تعلقون على هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما أعلنه فايق الشيخ علي يعرفه كل الثوار ويعرفه كل العراقيين، في أن هذه العصابة المجرمة لن تسلم العراق بسهولة. هذه العصابة ستبقى تمارس أبشع أنواع الإرهاب والإجرام والقتل يعني في وضح النهار وبكل وقاحة وإصرار على هذا الإجرام. هؤلاء لا يمكن أن يتخلوا عن المكاسب التي حصلوا عليها. هؤلاء كانوا رعاع وأوباش جماعتهم الولايات المتحدة وإيران من أعفن وأسوأ الأماكن، وجاءت بهم لتسيدهم على هذا البلد العظيم ذو الحضارة والتاريخ، وبالتالي لن يتوقفوا عن إجرامهم على الإطلاق. سيمارسون أبشع أنواع الإجرام، ولذلك ينبغي على الثوار وهم من يقرر ذلك طبعا التعامل مع هذا الإجرام بما يناسب يعني الدفاع عن النفس. نعم، قيادة الثوار قررت الحفاظ على سلمية هذه الثورة المباركة، ولكن الدفاع عن النفس حق تكفله جميع الشرائع والقوانين والأعراف، ولا يندرج تحت مبدأ عسكرة الثورة، لأن القرار هو الحفاظ على سلمية الثورة. أما الدفاع عن النفس فهذا أمر مشروع بل واجب أن يقوم به الثوار. نعم،
نعود لضيفنا عبر سكايب أستاذ عبد القادر. كانت اللجنة المنظمة لثورة تشرين في بيانها الأخير تحدثت عن استهدافها للناصرية والبصرة بسبب رفضهم التدخل الإيراني في العراق، وكذلك لكشفهم عن تهريب النفط العراقي إلى إيران. كيف يفسر استهداف الحكومة للمتظاهرين السلميين لأسباب كهذه وطنية تحديداً؟ من المعلوم تماما لانه هؤلاء كشف امرهم بالادله، فضلا عن العراقيين يعلمون تبعيتهم ان هؤلاء ايرانيون الهوى ينفذون اجندات ايران في العراق، ولذلك يعني ربما تطالبهم باشياء مناصبهم يفقدونها، لكن ان يطالب العراقيين بسياده وبكرامه وبعدم تدخل ايران، هذه ربما تكون اكبر الخطايا للشعب العراقي امام هذه الطبقه السياسيه. لذلك ما تفسر أن الطبقة السياسية تريد المحافظة على المصالح الإيرانية على حساب الشعب العراقي، لذلك هم حقيقة منزعجين تماما من النداءات أو القرارات أو المطالبات أو الأعمال التي يقوم بها الشعب العراقي، وفي مقدمتهم وطليعتهم المتظاهرين الشباب الذين يريدون أن لا تبقى إيران مهيمنة على الوضع العراقي بالكامل. هنا حقيقة نلفت انتباه مهم، ما جرى من مجزرة حقيقية اليوم في ميناء القصر هي مجزرة تفوق الأعداد التي ذكرت، هم يقولون هناك 7 شهداء في البصرة، أنا أقول العدد أكبر والجرحى أكبر، لكن معلوم تماما هناك تكتيم إعلامي ولا زالت هناك الحملة مستعرة من قبل القوات الحكومية وميليشياتها في البصرة، لأنهم كشفوا شحنة أسلحة في ميناء البصرة يراد إدخالها للميليشيات من أجل قتل وقمع المتظاهرين في المحافظات العراقيه ولا سيما في بغداد. لذلك حقيقه التركيز يجري على البصره والناصريه لانها تمثل عمود فقري مهم للمحافظات العراقيه السائره بوجه الطغيان الايراني وبوجه ما يجري حقيقه من انتهاك صارخ لحقوق الانسان، لا سيما في الناصريه التي تكن لها طهران كل البغض، هي تذكرهم دائما بموقع الذيقار واهلها دائما تنطلق منهم ثورات كرامة نعم. تنصف العرب بطريقة واضحة. نعم، دعني نتوقف هنا مع الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، هناك رفض للتدخل الإيراني بشكل واضح منذ اليوم الأول لهذه الثورة وحتى هذه اللحظة، سواء في الهتافات التي يرددها أبناء العراق وبنات العراق، أو حتى فيما تكشفه اللجنة المنظمة على سبيل المثال عن عمليات ممنهجة لتهريب النفط العراقي وشحنات أسلحة وغيرها من الموضوعات التي لا يروق للعراقيين أن يروها مجددا في العراق والتي تقوم بها إيران يوما بعد آخر. أنا أتحفظ أو أعترض على تسمية التدخل الإيراني. الذي يجري في العراق هو احتلال إيراني كامل ويعني في كل التفاصيل، وهذا واضح ابتداء من مؤسسة الرئاسة إلى أدنى مؤسسة أمنية أو إدارية أو خدمية في العراق، مرورا بالحكومة والبرلمان وغير ذلك. فأولا هذا يعني ليس تدخلا، وإنما يعني يصل إلى مستوى الاحتلال الكامل، والعراقيون يعني انتفضوا ضد هذا الامتهان الذي تحاول عصابات النظام المجرم ومن خلفها إيران أن تمارسه ضد هذا الشعب العظيم. هؤلاء العراقيون يرفضون المس بكرامة هذا البلد، تحملوا طويلا 16 سنة يعني ثارت عدة ثورات وعدة انتفاضات في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، وبالتالي كانت تخمد بالقمع والإرهاب الذي تمارسه هذه العصابة المجرمة. الآن انتفض الشعب وثار بالحقيقة على هذه العصابة، ولم يعد بالإمكان العودة على الإطلاق. هذا طريق مضى فيه الثوار ولن يجدوا يعني مجالا للتراجع فيه، وبالتالي هم يعني يعرفون جيدا من الذي يسيء لهم، من الذي يقتلهم، من الذي يسرقهم، ولذلك تراهم توجهوا مباشرة إلى قنصلية هذا النظام في كربلاء مثلا، قبل سنة على سبيل المثال توجهوا إلى قنصليته في البصرة، هاجموا رموز هذا النظام وهتفوا بكل
بكل وضوح وبشعارات لا لبس فيها على الإطلاق في رفضهم لهذا الاحتلال الإيراني ولرموزه، وأهانوا هذه الرموز التي تعتبر مقدسة لدى النظام الإيراني ولدى عملائه الصغار الأراذل في بغداد، هؤلاء الذين يعني تسيرهم مفرزة صغيرة من مفارز الحرس الثوري يرسلها قاسم سليماني، هي من توجه هؤلاء الرتب الكبيرة في قوات النظام وأجهزته الإرهابية أمنية كانت أو عسكرية، وأيضا تسير رموزه السياسيين سواء في الحكومة أو في البرلمان. ولذلك الرفض العراقي واضح ولن يعود بالإمكان كما قلت، لا التراجع عن الثورة ولا التراجع عن هذا الخطاب الواضح الذي أفصح عن نفسه وعن حقيقة شعب العراق الرافض لهذا الاحتلال الفارسي. وأذكر بما يعني تفضل بالتنويه عنه أخي الدكتور نايل في الحديث عن أهمية ورمزية ذيقار والمثنى والقادسية والبصرة وكل هذه وميسان وكل هذه محافظات، يعني حقيقة أذلت هذا العدو الفارسي منذ ما قبل الإسلام وحتى ثمانينات القرن العشرين في المعارك المجيدة التي خاضها العراقيون على مدى مئات السنين ضد هذا العدو المجرم. ستبقى معنا أستاذ مصطفى، نعود مجددا لدكتور عبد القادر النايل ضيفنا عبر سكايب. وانطلاقا من الهتافات المعارضة لإيران في ساحات التظاهر، إلى أي مدى هذه الانتفاضة، انتفاضة ثورة تشرين، أجهضت المشروع الإيراني في العراق وساهمت في إعادة تشكيل ملامح الهوية العراقية بكل تشكيلاتها؟ من المعلوم تماما أن قضية الوعي هي الأساس لإجهاض أي مشروع، وبالتالي عندما يصل الشعب العراقي إلى وعي مدرك 100% فإنه أي مشروع حتى وإن بقت ملامحه لشهر أو شهرين أو نصف عام فإن القضية تمت في بدايتها، لأن الميل يبدأ بخطوة. ولذلك المشروع الإيراني أجهض ليس فقط في العراق، اليوم دائما وهذا هو قدر العراقيين أن يكونون أصحاب فضل وسبق على الأمة العربية والإسلامية. اليوم المشروع الخميني الذي يقوده الخامنئي وهو المشروع الطائفي المقيت الذي يصدر الإرهاب ويصدر الدماء ويصدر حتى المخدرات للوطن العربي، اليوم أجهض بسبب حقيقة الوعي الكبير الذي خرج من أجله الشباب العراقي. لذلك نحن نقول أن هؤلاء المتظاهرون الذين لا يمثلون فقط العراق اليوم، يمثلون طليعة الأمة وطليعة الوطن العربي وطليعة حتى المسلمين، لأنهم حقيقة شخصوا الداء وبالتالي رأس الأفعى، والأفعى تقتل من رأسها، ورأس الأفعى الإيراني هو في العراق. لذلك عندما يخرج العراقيين فاعلم أن هذا المشروع هو قد انهار وينتظر نهايته وزواله. لذلك كان العراقيون لهم فضل السبق لهؤلاء المتظاهرين في ثورة تشرين على أنهم أنهوا التبعية الإيرانية وشكلوا الهوية الوطنية العراقية وذبحوا الطائفية من الوريد إلى الوريد، وبالتالي شكلوا ملامح مهمة ستقود في مستقبل الأيام إلى نهوض العراق على جميع المستويات بعد الخلاص من هذه الطقمة الفاسدة الطائفية الموالية لإيران التي تحكم العراق بطريقة واضحة. نعم، كل ذلك حتى الآن سيد مصطفى لم يدفع الحكومة إلى تغيير حقيقي في أدائها، وهناك حديث كما تعلم عن اقتراب عبد المهدي من إجراء تعديل وزاري في حكومته. بعد كل هذه المطالب، هل تعتقد أن يعني خطوة أو إجراء كهذا يبدو مقبولا بالنسبة للمتظاهرين؟ قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، أنا بودي أن أضيف نقطتين إلى ما تفضلتم به في المحور السابق، السؤال السابق. يعني هذا المشروع الإرهابي الفارسي يحمل بذور تدميره بنفسه في يعني منذ بدايته، هذا مشروع للإرهاب والطائفية والإجرام ولا يحمل أي ميزة إيجابية، وبالتالي لا يمكن له أن يستمر في منطقتنا العربية على الإطلاق.
هذا من جهة. وبالنسبة للروح الوطنية العراقية، فهذا الجيل يعني أكد هويته الوطنية بما لا يقبل الشك، ورفض يعني أعلن عن صميم ما يعتمل في النفس العراقية المتوارث عبر آلاف السنين. هؤلاء يعني هذا الذي يحدث الآن لم يكن أي يعني أكثر الناس تفاؤلا يتوقعه بهذا الشكل. أما إجابة على سؤالك، يعني هذه العصابة المجرمة تعلم جيدا أنها لا يمكن أن تقدم أي شيء يقتنع به الثوار، هي كل ما تقوم به هي تحاول كسب الوقت على حساب دماء العراقيين وأموالهم لاستمرار مخطط تدمير وقتل العراقيين. نعم. وإفقار الشعب وإفقار الوطن، وبالتالي هم لا يقدمون أي شيء ولا يمكن أن يقدموا أي شيء، وكل ما يقدمونه مرفوض من قبل الثوار. الثوار أعلنوا منذ الساعات الأولى لبدء ثورتهم في الأول من تشرين الأول أكتوبر المجيد، أعلنوا بوضوح أن هدفهم إسقاط النظام. إسقاط النظام يعني إسقاط كل هذا المشروع الاحتلالي الإجرامي الأمريكي الإيراني الذي نسقوه في العراق منذ 2003، وبشخوصه، بمؤسساته، بدستوره، ببرامجه، بمشاريعه، بهياكله السياسية والأمنية والعسكرية والخدمية وإلى آخره. نعم. هذا كله مرفوض من قبل العراقيين. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. وشكر موصول كذلك للكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد القادر النايل، ضيفنا عبر سكايب من عمان.